الدولة الإلخائية المغولية في إيران والعراق والتي أسسها هولاكو. تعود تسمية الدولة الإلخائية بهذا الاسم إلى هولاكو خان الذي لقب بإيل خان، وهي كلمة مكونة من مقطعين، إيل بمعنى تابع وخان بمعنى ملك أو حاكم، والمقصود أن حاكم الدولة الإلخائية تابع للخان الحاكم في قراقورم. أباقا خان يعد هولاكو المؤسس الأول لسلسلة سلاطين المغول في إيران والعراق الذين ظلوا يحكمون هذه البلاد من سنة 654 هجرية حتى سنة 756 هجرية، وقد توفي هولاكو سنة 663 هجرية، وخلفه ابنه أباقا خان في حكم البلاد التي امتدت من نهر جيحون حتى العراق العربي غربا، ومن جنوبي روسيا شمالا حتى البحر العربي جنوبا. وقد جنحت الدولة الإلخائية منذ إنشائها إلى الاستقلال عن العاصمة المغولية في أمور السياسة والحكم منذ عهد أباقا خان، وكأن حكامها مستقلون تماما عن العاصمة قراقورم. وساعد البعد الجغرافي الذي يفصل بين منغوليا والإلخائيين في إيران والعراق على أن يتخذ الإلخائيون أساليب وعادات ونظما وغير ذلك من التقاليد الحضارية التي كانت موجودة في إيران والتي لم يعهدها المغول من قبل، فأصبح الإلخائيون وكأنهم من ملوك الفرس. اتخذ أباقا من تبريز عاصمة له، فاحتلت في عهده مكانة ممتازة، وجعل أباقا قائده الأمير سونجاق واليا على العراق وإقليم فارس، ففوض هذا الأمير بدوره المؤرخ علاء الدين عطا ملك الجويني في حكم العراق، وعهد أباقا بمنصب الوزارة إلى شمس الدين محمد الجويني أخي علاء الدين، فكان سببا من أسباب ازدهار دولة أباقا. وعلى الرغم من الجهود الذي بذلها الجوينيون في خدمة هذه الدولة وتوطيد أسسها ودعم أركانها، فإنهم تعرضوا في نهاية الأمر لنكبة تشبه نكبة البرامكة عندما تكاثر عليهم الأعداء والخصوم، وقتل الجوينيون جميعا في عهد أرغون سنة 683 هجرية الذي قضى على جميع أفراد هذه الأسرة. تزوج أباقا ابنة إمبراطور القسطنطينية فتوطدت علاقته بالنصارى وأكثر من القساوسة في بلاطه، على الرغم من أنه كان إلى ذلك الوقت وثنيا، وحرص المسيحيون على مداهنة المغول واجتلابهم نحو المسيحية أملا في انضمام هؤلاء المحاربين الأشداء إلى صفوف النصارى ومحاربة أشد أعدائهم المسلمين. وفي الوقت نفسه كان أباقا يريد من وراء توطيد علاقته بالمسيحيين أن يحصل على معاونتهم في حربه ضد المسلمين وخاصة المماليك، ليثأر لهزيمة المغول أمامهم في عين جالوت، غير أن محاولاته ذهبت جميعها عبثا، ولحقت به الهزائم في كل مرة التقت فيها جيوشه بجيوش المماليك بقيادة الظاهر بيبرس، وكانت معركة أبلاستين التي قامت بين الطرفين في عام 675 من أهم المعارك التي دارت بين الجانبين، وانتصر فيها المماليك في مصر والشام انتصارا حاسما. ثم توفي أباقا في سنة 680 هجرية. أحمد تاكودار. كان أباقا خان يريد أن يخلفه عن العرش ابنه أرغون، لكنه لم يستطع لأن هذا الإجراء كان يعد مخالفة كبيرة لأحكام الدستور المغولي الذي وضعه جانكيس الذي يسمى الياسا، فقد كان يتعين إذا مات الخان أن يخلفه على العرش أكبر الأمراء الأحياء، ولقد كان أكبرهم هو تاكودار وليس أرغون، ولذلك جمع الأمراء المغول الذين اجتمعوا في المجلس العام الذي يسمى قوريلتاي، وقرروا انتخاب تاكودار إلخانا في سنة 681 هجرية. اعتنق تاكودار المسيحية في صغره، لكنه مال إلى الإسلام شيئا فشيئا لكثرة اتصاله بالمسلمين وتوطيد علاقته بعظماء المسلمين وكبار أئمتهم،
فأعلن إسلامه وسمي بالسلطان أحمد تكودار، فكان أول من اعتنق الإسلام من الإلخائيين. كان إسلام السلطان أحمد عاملا قويا في تهذيب طباعه وتقويم خلقه، ولم يعد ذلك المغولي الذي كان كل همه سفك دماء المسلمين وتخريب ديارهم، وإنما أصبح يرى المسلمين إخوته ويجب أن يحل بينهم الوئام. لذا تبادل الرسائل الودية مع السلطان قلاوون سلطان المماليك في مصر، فقضى بذلك مؤقتا على الأحقاد والضغائن، ولم تحدث حروب بين الجانبين. وكذلك كان لإسلام أحمد تكودار آثر كبير في إيران، فقويت شوكة المسلمين وعادت المعابد البوذية وكنائس النصارى إلى مساجد كما كانت من قبل، ووصل المسلمون إلى المناصب الرئيسية في الدولة، وتطلع أبناء البلاد الأصليين من الفرس إلى شغل المناصب الإدارية بالدولة المغولية. ونتيجة لذلك كله خاف أمراء المغول على مصالحهم الشخصية، خاصة أن السلطان كان يحرص على خطب ودهم، وبخاصة الأمير أرغون الذي كان يطمع في العرش، فثار على السلطان تكودار وتمكن من قتله في سنة 683 هجرية، وضعفت بذلك شوكة المسلمين في إيران الثانية. أرغون خان. بعد مقتل السلطان أحمد اجتمع الأمراء المغول ونصبوا الأمير أرغون بن آباقة إلخانا عليهم في جماد الآخرة سنة 683 هجرية، فنصب ابنه غازان حاكما على خراسان، وعين الأمير نوروز نائبا له عليها، وأنعم على الأمير بوقا بلقب أمير الأمراء، وأطلق يده في تسيير شؤون الدولة، وقتل الوزير شمس الدين الجويني وجميع أفراد أسرته تقريبا في شعبان سنة 683 هجرية، وذلك لموقفهم مع السلطان أحمد تكودار ومساندتهم له في المعركة التي دارت بينه وبين أفراد المغول بقيادة الأمير أرغون، والتي انتهت بمقتل السلطان وتنصيب الأمير سلطانا. وزارة سعد الدولة اليهودي. بعد مقتل الوزير الجويني شمس الدين ازداد نفوذ الأمير بوقا إلى حد كبير، وأصدر الإلخان قرارا يقضي بأنه ليس لأحد في الدولة الحق في محاسبة الأمير بوقا حتى إذا ارتكب أكبر الجرائم إلا السلطان نفسه. ولا شك أن هذه السلطة المطلقة التي حصل عليها بوقا جعلته يميل إلى الاستبداد والبطش والهيمنة على شؤون الدولة، ولم يبقى للسلطان الإلخان إلا الاسم فقط. لم يقتصر عداء بوقا على المسلمين وحدهم، بل امتد بطشه إلى أمراء المغول أنفسهم، كما أنه لم يكن على دراية كافية بشؤون البلاد الإدارية والمالية، فأدى ذلك إلى حالة من الفوضى والارتباك في البلاد، وقد أثار ذلك حنق الأمراء المغول وغضبهم وجعلهم يفكرون في التخلص منه، فحرضوا الإلخان أرغون على التخلص من الأمير بوقا. وكان من أشد أعداء هذا الأمير طبيب يهودي يدعى سعد الدولة، وكان اجتماعيا يكثر الاختلاط بالناس ويوسع دائرة معارفه بينهم، كما كان ملما بأحوال الموظفين والصيارف في بغداد، ويجيد عدة لغات، ويعمل بالطب الذي كان وقفا في بلاد الإلخان على اليهود وحدهم، ولذا عملوا على التدخل في شؤون الدولة من خلال عملهم، وحملوا الإلخان أرغون على تعيين سعد الدولة طبيبا لبلاطه. وتصادف أن اعتلت صحة الإلخان ومرض مرضا شديدا، وتمكن سعد الدولة من معرفة الدواء المناسب لمرضه فشفى الإلخان، وكافأ سعد الدولة وقربه منه وزاد قدره عنده، فاستغل الطبيب ذلك وأخذ يشي بالأمير بوقا ويزين للسلطان التخلص منه حتى أوغر صدره ضده، فأمر السلطان بالقبض على بوقا وقتله بتهمة التآمر على السلطان، وتعيين الطبيب سعد الدولة وزيرا له على البلاد. استطاع الوزير سعد الدولة أن يستميل إليه قلوب الناس برفع المظالم عنهم وإجراء الصدقات على فقرائهم ومحتاجيهم، فمدحه الشعراء وقصد بابه الأدباء والعلماء.
ولكنه لم يكن يطمئن إلى ثبات مركزه في الدولة وارتفاع منزلته عند السلطان، حتى أخذ يكيد للمسلمين ويعمل على التضييق عليهم، فضاقوا به وتحينوا الفرص للخلاص منه، كما ضاق به الأمراء المغول لاستبداده بالحكم وقضائه على ما كانوا يتمتعون به من نفوذ، وانتظروا كذلك الفرصة للقضاء عليه. فمرض آرغون فجأة واشتد عليه المرض، وحاول الأطباء برئاسة سعد الدولة معالجته وإنقاذه بكل السبل، ولكنهم عجزوا عن ذلك، فقبض الأمراء المغول على سعد الدولة وقتلوه في شهر صفر سنة 690 هجرية، ولم يلبث الإيلخان بعده إلا فترة قصيرة ثم مات. فعمت مشاعر البهجة والسرور أنحاء البلاد الإسلامية لمقتل سعد الدولة، وثار الناس على اليهود في كل مكان وقتلوا منهم عددا كبيرا. سياسة آرغون الخارجية: حاول آرغون أن يحد من نفوذ مصر في المشرق الإسلامي، فأقام علاقات سياسية وطيدة مع قادة الدول المسيحية مثل البابا وإدوارد الأول ملك إنجلترا وفيليب لوبيل ملك فرنسا، تمهيدا لتكوين حلف للقضاء على النفوذ المصري في آسيا الصغرى والعراق والشام وفلسطين. وشجعت هذه العلاقات المغولية الأوروبية عددا من الرحال الأوروبيين على زيارة بلاد المغول، وسافر الرحال الشهير ماركو بولو إلى العاصمة المغولية، وأقام في بلاط الإمبراطور المغولي قوبيلاي نحو 20 عاما، عمل فيها مستشارا له ووزيرا، ولم تقع حروب تذكر بين الجانبين المصري والمغولي في عهد آرغون لانشغال كل منهما بمشكلاته الداخلية. كيخاتو خان: بعث الأمراء المغول عقب وفاة آرغون إلى أخيه كيخاتو خان يخبرونه بوفاته، فقدم على الفور من بلاد الروم التي كان يحكمها وتولى عرش الإلخائية في رجب سنة 690 هجرية، ثم عين صدر الدين أحمد الزنجابي وزيرا له، ولقبه بلقب صدر جهان، وأوكل إليه التصرف في شؤون الدولة كافة دون تدخل من أحد، وعين أخاه قطب الدين الزنجاني قاضيا للقضاة، وأطلق عليه لقب قطب جهان. ثم انصرف كيخاتو إلى ملذاته وشهواته وإنفاق الأموال في سبيلها دون حساب، فاضطربت مالية الدولة وأصبحت خزانتها شبه خاوية ومهددة بالإفلاس، ووقف الوزير حائرا لا يدري ماذا يفعل حيال ذلك، فظهر له رجل اسمه عز الدين محمد بن المظفر، وكان على دراية بالأحوال المالية في بلاد الصين، واقترح عليه العدول عن استخدام الذهب والفضة في المعاملات المالية واستخدام أوراق مالية تعرف عند الصينيين باسم الجاو بدلا منها لإنقاذ البلاد من الإفلاس كما فعل الصينيون. فاستحسن الوزير هذا الاقتراح، واستصدر قانونا من الإيلخان في سنة 693 هجرية ينص على التعامل بهذه الأوراق، ويحرم التعامل بالذهب والفضة تحريما تاما. رفض الناس التعامل بالأوراق المالية في معاملتهم على الرغم من أنهم أجبروا على ذلك بالقوة، فاضطربت أحوال البلاد والناس اضطرابا كبيرا، وكسدت التجارة وتعذرت الأقوات وانقطعت الموارد من كل نوع، وامتنع البائعون عن بيع سلعهم بهذه الأوراق، فكان الرجل يضع الدرهم تحت إحدى الأوراق المالية الجاو ويعطيها الخباز أو القصاب وغيرهما ليحصل على ما يريد، خوفا من أتباع السلطان الذين يراقبون الناس والبائعين في تعاملاتهم. فضاقت الحياة أمام الناس واستحكمت الأزمة، وكاد الأمر ينذر بثورة عارمة، إلى أن الإيلخان تدارك الموقف وأصدر قانونا لإبطال التعامل بهذه الأوراق والعودة إلى النظام القديم. ولما كان كيخاتو مغرما بشرب الخمر سيء الخلق فاسقا، كرهه الأمراء وثاروا عليه، وبخاصة بعد أن أغلظ القول ذات ليلة لابن عمه بايدو أحد كبار الأمراء، فحقد عليه وتآمر مع الأمراء الآخرين على قتله. وعلم كيخاتو بالمؤامرة فآثر الفرار، ولكن الأمراء تتبعوه وتمكنوا من قتله في سنة 694 هجرية. بايدو خان:
بعد مقتل كيخاتو وقع اختيار الأمراء على بايدوخان بن طرغاي بن طولوي بن جنكيز خان ليكون إلخانا، فاعتلى العرش في جمادى الأولى سنة 694 هجرية، ثم تخلص من أتباع كيخاتو وقرر إعادة الحقوق والوظائف إلى أصحابها، وأعفى الأوقاف الإسلامية من الضرائب، وعهد بأمور الجيش ورئاسة الوزراء إلى الأمير طغاجار، وسلك مسلك آباق خان حيث جعل الإدارة لا مركزية، وجعل أميرا من الأمراء على كل ولاية من الولايات، ونصب جمال الدين الإستكرداني وزيرا له. ولم يكن بايدو يتولى أمور الحكم حتى بلغ غازان خان ما حدث لعمه كيخاتو، فأقبل بجنوده ومعه الأمير نوروز، وأرسل رسله إلى بايدو ينكر عليه قتل كيخاتو ويطالبه بإجراء تحقيق ليلقى القتلة جزاءهم. فلما لم يلقى جوابا دارت رحى الحرب بين الفريقين. وفي هذه الأثناء عرض الأمير نوروز الإسلام على غازان، وحسن له اعتناق هذا الدين بتشريعاته السمحة ونظمه الدقيقة وما ينادي به من عدل ورحمة ومساواة. فاعتنق غازان الدين الإسلامي ومال إليه أكثر الأمراء، وانتصر على بايدو في الحرب. فهرب بايدو ولحق به الأمير نوروز وألقى القبض عليه وأرسله إلى غازان، فأمر بقتله في شهر ذي الحجة عام 694 هجرية. السلطان محمود غازان. تولى غازان عرش المغول عقب مقتل بايدو في ذي الحجة سنة 694 هجرية، وبعد أن اعتنق الإسلام تبعه جميع الأمراء والجنود المغول، وأسلم بإسلامه أكثر من 100,000 شخص منهم في فترة وجيزة. ولقب غازان نفسه باسم السلطان محمود غازان، وأعلن الإسلام دينا رسميا للدولة، وأمر المغول بأن يغيروا ملابسهم التقليدية ويلبسوا العمامة للتدليل على خضوعهم للإسلام، وأمر بهدم الكنائس والمعابد اليهودية والمزدكية والهياكل البوذية وتحويلها إلى مساجد، وبارتداء اليهود والنصارى ثيابا تميزهم عن غيرهم من المسلمين كرد فعل لما لقيه المسلمون من ضروب المهانة والذلة في عهد كل من هولاكو وآباقا وآرغون. عرف غازان بشخصيته القوية ونشاطه الموفور وصبره الذي لا ينفذ، وبأنه رجل دولة من الطراز الأول يقف على كل صغيرة وكبيرة في شؤون البلاد، فضلا عن إحاطته الكاملة بتقاليد قومه وعاداتهم وإلمامه التام بمختلف الحرف والصناعات السائدة في عصره، واطلاعه على العلوم المعروفة لدى المسلمين، وإجادته عدة لغات إلى جانب لغته المغولية. لكنه كان قاسيا على أعدائه ولا يأبه بحياة الناس حين تتعارض مع تحقيق أهدافه وطموحاته، وتجلى ذلك حين تخلص من الأمير نوروز الذي ساعده ووقف إلى جانبه في كثير من المواقف بسبب وشاية، وكذلك حين أمر بقتل وزيره صدر الدين في رجب سنة 697 هجرية، وعين بدلا منه المؤرخ رشيد الدين فضل الله الذي توسم فيه النبوغ والعبقرية والإخلاص، وأشرك معه رجلا يدعى سعد الدولة لمساعدته في مهام الوزارة. حملات غازان خان على بلاد الشام. قام غازان بثلاث حملات على بلاد الشام، كانت الأولى في سنة 699 هجرية، وانتصر فيها على قواد الناصر محمد بن قلاوون بالقرب من منطقة مرج المروج شرقي حمص، وقد انتشر المغول بعد انتصارهم في الأماكن المجاورة وخربوا البلاد جريا على عاداتهم القديمة وكأنهم لم يعتنقوا الدين الإسلامي. ثم عين غازان واليا من قبله على البلاد التي استولى عليها وعاد بعد ذلك إلى إيران. وفي سنة 700 هجرية عاود المغول الكرة على بلاد الشام واستولوا على مناطق جديدة بها، إلى أنهم لم يتمكنوا من التقدم والاستمرار إذ هطلت عليهم الأمطار بغزارة واشتدت البرودة وكثر الوحل وهلك كثير منهم، ووجد غازان نفسه مضطرا إلى العودة إلى إيران. ولكنه عاد بعد ذلك بعامين في سنة 702 بحملته الثالثة على سوريا، وتحرك إلى مدينة عانة على شاطئ الفرات وبرفقته وزيره المؤرخ رشيد الدين، ثم عاد أدراجه إلى عاصمته تبريز تاركا جيشه بالشام ليواصل مهمته.
ولكن النتيجة جاءت على غير ما كان يتوقع، إذ هزم جيشه هزيمة منكرة على يد السلطان الناصر محمد بن قلاوون في موقعة مرج الصفر بالقرب من دمشق في الثاني من رمضان عام 702 هجرية، فاعتلت صحته وغلبه المرض وتآمر عليه الأمراء وكثرت من حوله الدسائس، ومات في شوال سنة 703 هجرية وهو لا يزال في ريعان شبابه. إصلاحات غازان: قام غازان بإصلاحات كثيرة ومهمة في كثير من الميادين، وكانت أبرزها إصلاحاته العمرانية، حيث أقام شمالي غرب تبريز محلة عرفت باسم شام غازان، وتفصلها عن مدينة تبريز حدائق ومنتزهات كثيرة، وأمر كبار مهندسيه بإقامة بناء عالي في ذلك المكان، تعلوه قبة كبيرة ليكون مدفنا له، وقد استمرت عمارة القبة وتوابعها نحو 5 سنوات، واشتملت على مسجد وخانقاه ومدرستين، إحداهما للشافعية والأخرى للحنفية، ومستشفى ومكتبة ومرصد، ومدرسة لتعليم العلوم الطبية، وبيت لحفظ كتب القوانين التي أصدرها الإلخان عرف باسم بيت القانون، كما أنشأ مسكنا للأطفال وآخر للأشراف، وضمت هذه الأبنية بعض الحمامات العامة، وملجأ واسعا لليتامى به مكتب لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه، وملجأ آخر يتسع لنحو 500 أرملة من النساء اللائي فقدن عائلهن، فضلا عن ذلك أنشأ غازان الأجران الواسعة المملوءة بالحبوب والمزودة بأحواض المياه لكي تتزود منها الطيور المهاجرة من الشمال إلى الجنوب في الفصول الباردة من السنة خلال رحلتها عبر الهضبة الإيرانية التي تغطيها الثلوج في هذا الوقت من السنة، خاصة أن أعدادا كثيرة من هذه الطيور كانت تلقى حتفها لتعذر حصولها على الغذاء، فقام لها غازان هذه الأجران رحمة بها، وأصبحت هذه المؤسسات والمنشآت التي أقامها غازان مفخرة العالم الإسلامي والحضارة الإسلامية، حيث حول الإسلام القبائل الهمجية البربرية إلى أناس مهذبي الطباع منظمين محبين للحضارة والعمران، وامتلأت قلوبهم رحمة وعطفا حتى على الطيور والحيوانات. السلطان أولجايتو: قدم السلطان أولجايتو من خراسان التي كان حاكما عليها، وتولى العرش خلفا لأخيه غازان في سنة 703 هجرية، وجعل الوزارة مشاركة بين رشيد الدين فضل الله الهمداني وسعد الدين الساوجي. إنشاء مدينة السلطانية: بدأ إنشاء هذه المدينة في عهد السلطان غازان، وهي تقع على بعد 5 فراسخ من زنجان، فعمد أولجايتو إلى استكمال تشييدها وأمر بالتوسع في منشآتها العمرانية، فساهم الأمراء والوزراء في بناء بعض أحيائها، وأنشأ الوزير رشيد الدين فضل الله محل بها على نفقته الخاصة، اشتملت على 1000 منزل ومسجد كبير، وأمر السلطان ببناء قبة كبيرة فوق مقبرته، وما زالت هذه القبة قائمة حتى اليوم دليلا على عظمة العمارة في هذا العصر. تمكن أولجايتو في سنة 706 من بسط سيطرته على إقليم جيلان، وهو الإقليم الذي لم يتمكن المغول من السيطرة عليه حتى هذه السنة لكثرة غاباته ووعورة مسالكه، وأعاد بناء مرصد مراغة الذي بناه هولاكو من قبل. وحين بلغ أولجايتو 33 من عمره اشتد عليه المرض واعتلت صحته، وتوفي في رمضان سنة 716 هجرية. سياسة أولجايتو الخارجية: شق الأمير المملوكي شمس الدين قراصنقر حاكم دمشق عصا الطاعة على السلطان الناصر محمد بن قلاوون سلطان المماليك في مصر والشام في سنة 712 هجرية، وفر إلى إيران لاجئا، فاستقبله أولجايتو أحسن استقبال، فشجعه قراصنقر على القيام بحملة على الشام، فوافقه وخرج بحملته، وحاصر مدينة الرحبة بالعراق، ولكن أهل المدينة استعطفوا، وتدخل الوزير رشيد الدين فرفع أولجايتو الحصار في رمضان سنة 712 هجرية، وعاد بجيشه إلى عاصمته دون الدخول في معارك مع المماليك، فكانت هذه الحملة آخر حملات الإلخائيين على المماليك في مصر والشام.
السلطان أبو سعيد بهادر. تولى أبو سعيد حكم البلاد بعد وفاة السلطان أولجايتو، وكان لا يزال في 13 من عمره، فاضطربت أحوال البلاد وتعددت ثورات الأمراء المغول في مناطق متفرقة ضده، غير أن أبا سعيد استعان عليهم بقائد جيشه الأمير جوبان، وأعاد إلى البلاد استقرارها وهدوءها. الوزارة. شهد منصب الوزارة تغييرات كثيرة، حيث أبقى السلطان أبو سعيد على رشيد الدين الهمداني وتاج الدين التبريزي في منصب الوزارة، ولكن تاج الدين الذي كان يجيد المعاملات التجارية والمالية، مع كونه أميا لا يعرف القراءة والكتابة، أراد أن ينفرد بهذا المنصب، وعمد إلى الدهاء والوقيعة لدى السلطان للتخلص من رشيد الدين، ونجح في ذلك، وأمر السلطان بقتل رشيد الدين في سنة 718 هجرية، فانفرد تاج الدين علي شاه بالوزارة حتى وفاته في أوائل سنة 724 هجرية، فوليها من بعده دمشق خواجة ابن الأمير جوبان، وصارت أمور الجيش والشعب في أيدي الأمير وابنه وعلى شأنهما، وتجاهل السلطان في معظم الأمور، فغضب السلطان من ذلك وأمر بقتلهما، ثم نصب غياث الدين بن رشيد الدين فضل الله في هذا المنصب لشعوره بالندم على قتل أبيه، فضلا عن أن غياث الدين كان أصلح الناس لهذا المنصب في ذلك الوقت، حيث إنه كان واسع الأفق ومطلعا على العلوم العقلية والنقلية، فأحسن إدارة شؤون الدولة وتوخى العدل وعمل على رعاية مصالح الناس، وظل في منصبه حتى وفاة أبي سعيد في 13 من ربيع الأول سنة 736 هجرية. كان أبو سعيد آخر سلاطين الإلخائيين الأقوياء، كما كان كريما جوادا شجاعا محبا للعلم، فرجت في عهده العلوم والآداب، وعاش في بلاطه كثير من الشعراء والمؤرخين، حين كان هو نفسه شاعرا وله أشعار جيدة باللغة الفارسية، واشتهر بجودة الخط والغناء. سياسة أبي سعيد الخارجية. تعرضت العلاقة بين مصر والبلاد الفارسية في عهد الإلخائيين لنوبات من الحرب والسلام، ولكن هذه العلاقة دخلت مرحلة جديدة من الصداقة والوئام في عهد السلطان أبي سعيد، وتم توقيع اتفاقية بين الطرفين في عام 721 هجرية في عهد السلطان أبي سعيد الإلخائي والسلطان المملوكي الناصر محمد بن قلاوون. انهيار دولة الإلخائيين المغول. تعرضت الدولة الإلخائية عقب وفاة السلطان أبي سعيد بهادر للضعف والزوال، حيث كان السلاطين الذين اعتلوا عرش هذه الدولة بعد أبي سعيد ضعاف الشخصية، كما كانوا ألعوبة في أيدي الأمراء المغول وكبار رجال الدولة، وظل هذا حال هذه الدولة حتى وفاة أنوشيروان آخر السلاطين الإلخائيين في سنة 756 هجرية، فتقاسم خمسة من كبار الأمراء المغول أملاك هذه الدولة، وكون كل منهم دولة صغيرة مستقلة، وهذه الدول هي دولة آل جلائر، الجلائريون، دولة الجوبانيين، دولة آل المظفر، دولة السربداريون، ودولة آل كارت. وأخذت هذه الدويلات الخمس تتنازع فيما بينها، ودخلت كل منها في حروب طاحنة مع غيرها، وظلت على ذلك حتى خرج عليها الأمير تيمور لانك، وتمكن من القضاء عليها نهائيا بحملاته المتعددة التي بدأها في سنة 788 هجرية على إيران والعراق. مظاهر الحضارة. الإدارة ونظم الحكم. استعان المغول بالموظفين الفرس في إدارة شؤون الدولة، إذ لم يكن بوسع هؤلاء المغول الأميين وحدهم إدارة شؤون هذه البلاد المترامية الأطراف وجمع الضرائب والأموال وإقرار الأمن، وكانت هناك أسر فارسية تتوارث منصب الوزارة، مثل أسرة الجوينيين وأسرة رشيد الدين فضل الله، ولقد كان لهذه الأسر فضل كبير في تحقيق الاستقرار الداخلي، لاطمئنان أفراد الشعب بأن حكامهم المباشرين ليسوا غرباء عنهم ولا خصوما لهم، كما كان لهذه الأسر فضل آخر في التأثير على ملوك المغول وأمرائهم وجذبهم بالتدريج إلى الاندماج في الحياة الاجتماعية على نمط فارسي إسلامي، فبدا لمن يرقب أحوالهم ويتتبع تفصيلات حياتهم أنهم كانوا وكأنهم أسرة من الأسر الإيرانية الحاكمة. وعلى الرغم من ذلك ظل المغول ينظرون إلى الفرس على أنهم خصوم وأعداء،
حتى دخل المغول في الإسلام أفواجا في عهد السلطان غازان، فتغيرت عندئذ نظرتهم، ولم يعودوا يرون أهل البلاد الأصليين غرباء عنهم وخصوما لهم.